في تركيا أيضا جدد علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض هجومه على رجب طيب أردوغان قائلا إن تركيا لن تتعافى في ظل حكمه. الهجوم جاء على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها تركيا، حيث حمل باباجان أردوغان المسؤولية الكاملة تجاه تلك الأوضاع في تصريحات كان قد أدلى بها خلال مشاركته في أحد البرامج الحوارية. قال باباجان المعارض التركي الحالي نائب رئيس الوزراء السابق في تصريحاته إن أردوغان هو المسؤول عن الوضع المتردي الذي وصلت إليه تركيا وأوضاعها الاقتصادية.